السلام عليكم، وانا خالد الهواري، وجدي من الجاليه المغربيه، مقيم بفرنسا. بون، كنت نهار لحد مشيت الاولى كنشكر شوف تي في الاولى اللي استقبلونا وندخل في الموضوع. نهار الحد الماضي مشيت انا والعائله ديالي نفوتوا واحد النهار في واحد المنطقه هنايا، قلنا تكافايت يخدم جرادة. مشينا ريحنا، دينا العائله ديالنا وريحت ترونكيل، ما كان حتى شي مشكل. وطحت في واحد الاعتداء بصحاب القهوه، بصحاب المطعم، هما نقول لكم 20 30 واحد قليله، على واحد سوء تفاهم بسيط، على بسيط جدا جدا، على قار. بغيت تحكي لي التفاصيل تاع كيفاش كيفاش طلعت، هادشي اللي حكيتو لي في التليفون. تفاصيل اكزاكتومون. يلا خلطنا، استاليت العائله، ولادي اخواتاتي ثلاثه، واحد النسيب اجنبي من مصر، راهم مشاو كشو الطياره، مشاو كشو الباطو، مشاو لفرنسا. كي ريحنا هكا نطنش على الكارو، جا عندي واحد قال لي ممنوع، قلت له فين نكمي، قال لي طلع الفوق. بالفعل طلعت الفوق، الطياره اسمه هويه، يعني ما كاش حيطان ولا هادي اللي هو بارتو، المنظر تاع داك الواد اللي في تكافايت يبانيتو. شعلت الكارو تاعي، كميتو ترونكيل، ما كان حتى شي مشكل. وليت هبط، قلت له مع الدراري، مع تما كاين الماء وهادي، قلت نرش عليهم الماء هادي، ندير لهم لومبيونس. وليت عاود واحد نسيبي راجل الاخت ديالي، طلعت انا وياه، عاود كمينا كارو ترونكيل، يا اون كان سوسي. هبطنا لقيناهم حطوا لنا الماكله، كلينا شربنا ايتو، عاود طلعت باش نكمي نطخ سيكاغيت. انا مريح بحال هكذا، واحد قال لي اي واحد المنطق، واش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، قال لي ممنوع التدخين. قلت له ودي راه صاحبك، قال لي طلعت كمي الفوق، وانت درك راك تقول لي ممنوع التدخين. ما ديتها شويه وليت نكمل الكارو ديالي، بدي يطلع عليا في الناس، طلع عليا الاول، قال لي واش هذا اللي قال لك كمي، قلت له نو. طلع عليا الزوج، قال لي واش هذا اللي قال لك كمي، قلت له نو. طلع عليا الثالث، قلت له مالكم اصاحبي كاع هاد البلبال على كارو، بقاو تباهقوا بيناتكم. وبقاو يطلع واحد من المر، واحد طلعوا شي ربعه نتاع الناس، واللي قال لي طلعت كمي الفوق جاي طالع يجري، مال امك مال امك بهذا الاسلوب. قبل ما نقولهم هو اللي قال لي طلع، الغفيه بدماغ براس، الغفيه براس، وليت مارش عريان. حتى انا بغيت ندافع على راسي باش نضرب، قابضيني صحابو النساء اللي تحت، سمعوا الغوات، سمعوا كذا، طلعوا يجاراو، لقات ثلاثه، لقى الجيمي وهو يغرد، واحد الاخت تاعي قبضت فيه ويعطيها عاوتاه هي يقبضها باش تعرف ترجع مع الدروج ويكوماسي. المهم واش غادي نقول لكم، الحرب كي الدراري الصغار كي كذا، راه عندي حتى واحد الفيديوهات هنايا نوريهم لكم، يعني ما رانيش نزيد عليهم حتى حاجه. والحاجه اللي بغيت نطلب منها، هذوك الناس عندهم كاميرات تما، 8 ديال الكاميرات كومبار ازار، فين كنا البلايص اللي كنا قاعدين، ثلاثه ديال الكاميرات ما خدامينش. علاش؟ وحنا كلشي كان يضرب، ما عرفناش اكزاكتومون اللي ضرب الاخت ديالي في الكام راسها، يومين وهي اوسبيتاليزي، عندها سيرتيفيكا 21 يوم، واحد نسيبي هرسوا ليه سنانو. المهم كلشي مضروب، انا عاود مضروب هنا في الركبه ديالي، بون ما درتش سيرتيفيكا لحقاش ماشي شي ضرب كبير كبير. واحد بنت اختي عاود هي، كلشي المهم تعداو علينا كاملين، كبير ما احترموا لا كبير لا صغير، يعني واحد الهمشه. الله يرحم الحسن الثاني على واحد الكلمه خلاها، الله يرحمه ويوسع عليه، الاوباش اوباش، يعني نيشان اوباش، ما عرفتش انا يا بلادي ومحقور هاد الحقره هادي، قهروني. قدمونا للدرك الملكي، مشينا للدرك الملكي، الدرك الملكي داروا خدمتهم، الله يسترهم، وعاش محمد السادس، داروا الخدمه ديالهم، رجلوا الامور ديالهم. طلعنا البارح للوكيل، يعني اللي كانوا يضربوا كذا ما جايبينهمش، جايبين واحد اللي مينور، واحد بارئ ضرب تروا جور ديال كاردا في بوريان ديتو، هذاك خطيح. قلت لهم هذا بارئ بعد الاول، جيبوا لي انا اللي كانوا يضربوا، وبغيتوا باش تعرفوا اكزاكتومون اللي ضرب الاخت بالفاز للراس، هي اللي عندها سيرتيفيكا ديالها كبيره 21 يوم. دوروا الكاميرات اللي فيطوهم الصينو، ما نتاكش انا مع هاد الناس هادو اللي تعدوا عليا هاد الاعتداء، واش هذه هي عمليه مرحبا، واش هذه هي، انا ما فهمتش. ولا زاد كونتينات كوم سا، انا ما نكذبش عليك ما غاديش نولي لهذا المغرب، انا هذه 20 سنه باللي خويت من هذا المغرب هذا، وكنمشي وكنجي كل عام كل عيد، ولادي صغار الاخر ديال بلادهم، كان عليهم الدين ديالهم، كان عليهم هذه، وكنشوفوا الوالده، نجيو عند الوالده نفرحوا بها، وتلاقى مع هاد الاوباش هادو، ما احترموا لا كبير لا صغير. ولي فيديو ها هما نورمالمون، ما عنديش دروه اللحوم لحقاش كاين شي وجوه اخرين، ما غادي فوالا كاين شي وجوه اخرين، ما غاديش عندناش دروه نطلقوهم.
غادي نبينو غير هكا من الفوق الفيديو اللي وقع فيه المشاكل. وقع فيه المشاكل حاولوا من المشاكل فوالا. هذه بعد فوطو الاخت مهرسه بالراس ديالها، ها هي هي والوالده مهرسه بالراس ديالها مسكينه. راح نعاود قالوا لنا نرجعوها للجرعده وغادي نزيد نوريكم، نزيد نوريكم الفيديو. ها هو هانتوما اخوتي، هانتوما اخوتي، هانتوما اخوتي. شوفوا ولادي صغار مساكين، هما معايا دابا. اللهم هذا موقع، ها هما دراري درك وليداتي صغار. قلنا غير الصوت ما تسمع، تعاود من الاول بالصوت تسمع. لا دور دور الفيديو، لا دوروا لعندي. الصوت تسمع والله ما ادري، والله ما ادري. انا كانت الكلمه ديالي جابوا لي غير البوليس. ترونت كانوا ناس كانوا كذا، ما جبنا النمره تاع شي واحد. الناس شي ناس عاود الله يعمرها سلعه يعني، وقوم على الاخت تاعي وهزوها وطلعوها للامبيلونس. واحد المسافه كبيره باش هزوها باش طلعوها للامبيلونس. والمهم تعداو علينا واحد الاعتداء عنيف عنيف، ونطلب من الجاليه، من الجاليه اللي ما يوقع لهمش كيما وقع لي. سيرتو ديك تكافيت راه فيها، ما غاديش نخلط كاملين، ماشي كل شيء. كاينين لا حول ولا قوه الا بالله، ما غاديش نبقى نطيح ولا نطيح كاع بنات تاع كافيت فين ما تمشي تلقى المليح وتلقى الخايب. المهم ديروا اتونسيون، مشيتوا تاكلوا ولا ديروا اتونسيون، كولوا. واي واحد هضر معاكم ما تسوقوليهش، لاقاش غادي يتعداو عليكم وغادي يصوتوكم كما صوتوني انا ووالديا. ومازال غادي نلوح لي فيديو هادو اللي غادي نلوحهم ان شاء الله. هذه واحد القضيه هما ما سولتش تابعوا، لانه الناس تاع اصحاب هاد الريستورون عندهم سوابق الاعتداء على الناس ولا ما سفوا على الكليان. ما سولش الحاجه الوحيده اللي واحد الانسان كان لابس واحد العباءه، وبقيت هذوك من قبضهم لي جوندار بقيت نسولهم عليه، يقولوا لي ما نعرفوهش ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش. والا ذاك البريء اللي كانوا داينه عند، قلت له هذا حتى واحد ما بغى يقول لي، مول القهوه يقول لي ما نعرفوش، هو ولد عمه. الخدامه كاملين يعرفوا يقول لي ما نعرفوش. والا واحد ذاك اللي كان بارئ كان عندي واحد الفيديو قلت له يهضر معاه، قال له هذا شكون؟ لي جوندار قال له هذا شكون؟ قال له هذا مول المخيم. ما غاديش نذكر الاسماء ديالهم، راني عارف السميه ديالهم والسميه ديال مول القهوه، ما باغيش نشوه لهم القهوه ديالهم والاسماء ديالهم. درك انا باغي، باغي انا غير من وكيل الملك يدير تحقيق في هذه القضيه. انا ما باغي نظلم حتى شي واحد، لقاش ما حناش عارفين اكزاكتومون اللي ضرب. الاخت راه تقول لك انا كي نضرب شت لقيت واحد سمر هارب، واحد هو يعني لا ما بغيتش ندي، ما بغيتش ندي الذنوب حتى شي واحد. حنا بغينا اللي يضرب الضربه الكبيره نورمال ما كلشي يتعاقب. وانا نطالب مول القهوه، مول القهوه نطالبو، لقاش مجيفني ومطلعني مع الدروج ويغوت عليا انا عشان هو يزيد مجيف فيا بيدي هكذا بالكوت ديالو. حشومه عليه، حشومه عليه، زعما ماشي هكذا. في التالي قال لك راه الوالده ديالك بحال الوالده ديالي، كيف كيف فوتوكوبي ودير لها هكذاك، ماشي عيب ماشي حشومه عليك. انا جايب والديا وجايب خوتي باش 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 يفوجوا لينا واحد النهار. درك هذه مده 4 ايام دروك وانا طالع هابط، اختي يومين وهي تماك في جراده. والمخاسر ما غاديش نهضروا على المخاسر، جمهور بوفو المخاسر. ها هما ولادي صغار بون، بلا ما نصورهم غير من تسمع نسولو، غادي تما نسولو، من نسولو غادي نسمع واش غادي يكون. احمد احمد روا بلا ما يبان، بلا ما يبان، بلا ما غادي يبان. غادي نسولو غير واحد السؤال، اون فات كافايات تي فون فات كافايات؟ هضر باغي باش نسمع الهضره ديالك. اي توا شوف هادي تخيل فايات؟ جامي دلافي بوكوا؟ باسكو جيم با سكالا باسكو ايشون تخو شيون، ايشون تخو ميشون. صافي ولدي اوكي ميرسي ولدي، صافي صافي روح لها ولدي. وهادشي اللي كان، ونطلب نطلب من الناس المسؤولين والمحققين يحقوا لي في هذا الدوسي مزيان مزيان. وعاش الملك وعاش محمد السادس. وبغيت نطلب عاود من مرحبا، راني اتصلت بهم وعيطت لهم قالوا لي صيفط لنا الشكايه. راه الشكايه مازال ما قبضتهاش، بس نصيفط لعمليه مرحبا الشكايه. وانا ما غاديش نتنازل على هذا الدوسي لحقاش تحقرت في بلادي، والا ما داروا لي شي حقي غادي ندير كروع على المغرب. انا حامل البطاقه الجنسيه، هاي الجنسيه فرنسيه، الا ما عطاونيش حقي ما نكذبش عليكم ما غاديش نزيد نولي المغرب. وصافي وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا. ونتمنى بالمسؤولين يديروا خدمتهم ويجيو مع الحق
الا كنت انا داير شي حاجه يجبدوا الكاميرات واش دار، الا كنت انا متعدي انا نحكم على راسي بالحبس، انا سجنوني، الا كنا متعدين عليهم سجنوني، انا باغي نمشي للحبس. واش هي دير، انا ما بغيت حتى واحد نضربو، دوك الناس اللي كانوا يضربوا كاملين يضربوا، واحد هز تورنوفيس ويجري من مورايا تورنوفيس، والوالده تحشم فيه، واحد زعر زعر عنده بوكله زعره هنايا كيجري من مورايا تورنوفيس، انا ما شفت تورنوفيس شفت الوالده ديالي، واحد الاخت فيها واحد النغيزه ما عرفتش باش في الفخذ ديالها، ما عرفتش باش، كلشي يضرب كلشي يسب الشتم من القذف، لا حول ولا قوه الا بالله. ونطلب من المحققين يشوفوا معايا في هذا الدوسي هذا، انا ما غاديش نسكت عليه، راه مازال غادي نلوح فيديوهات اخرين، الا ما تحققش ليا الامل ديالي غادي مازال نلوح فيديوهات اخرين، والجاليه كاملين تحدوا معايا، سينو كيما وقع ليا حتى انتم غادي يوقع لكم. نطلب من الجاليه كاملين، الجاليه اللي عايشه في فرنسا، المهم في اوروبا كامله، يتحدوا معايا، راكم الا ما تحدوش معايا راه ما غادي يكون والو، غادي اي واحد يتعرض لهذا الاعتداء. وشكرا والسلام عليكم، وشكرا شوف تي في، وسمحوا لينا بزاف على الديرونجمون، والله يحفظك والسلام عليكم.